واكون نسيت الشاحن. لا لا يا ايه ده؟ لا 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 ايه يا عم انتوا تعرفوها؟ وحشتيني وحشتيني جدا. وانت كمان. يخرب بيتك يخرب بيتك انت يخرب بيت اهلك بجد. ايه ده انتوا وحشتيني بشكل فيه شبك رهيب يعني. مصدقك والله العظيم وحشاني. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده بقى الشغل الجديد بتاعك؟ ها لما اشتغل هنا. اه والله مكان حلو قوي على فكره. إيه طه كريم صحابي نهى اللي قلت لكم زي حكيت لكم عنها زمان اللي هي بتاعت مصلحتها دي اللي هي التهزيه التهزيه جدا. ازاي انا هكلمك واجي لك اوضتك. ها طيب يا رب مستنيك. لا بلاش الاوضه. بصي انا هظبط انا اي ممكنه كده تجمعنا. عشان الشباب ينبسطوا يعني وكده. يلا اي ماشي مستنيك. يلا باي. في ايه في ايه في ايه؟ هموت هموت. قولي لي بقى اكتر حاجه بتحبيها في الراجل ايه؟ هنبدا بشخصيته وبعدين جسمه وبعدين شكله. شخصيته ان هو يبقى يعني راجل بجد كده يحتويني ويغير عليا واحس ان انا مطمنه وانا جنبه. انا يعني جسمه بقى؟ جسمه بقى يبقى عريض المنكبين يعني واثق في نفسه وهو ماشي. ايوه ايوه يعني فاهم ازاي؟ احس كده ان هو امور. طب يا ستي وشكله؟ شكله بقى حاجه مهمه جدا. بس الحقيقه مش بالنسبه لي اني مش هبقى شايفاه اساسا. اهم حاجه يكون حنين ويراعي ربنا فيا. انا بقى يا ستي اكتر حاجه بحبها في شخصيه البنت وسطها. عارفه لما تحطي ايدك كده وانت لا لا اتكلم معاك بجد. اكتر حاجه بحبها في البنت لازم تبقى حنينه وطيبه. يعني اول حاجه بشوفها في الانسان اللي بحس ان انا هرتبط بيها ينفع تبقى ام لاولادي ولا لا. زي ما انا اول ما شفتك مثلا اول حاجه في دماغي ان انت ما تنفعيش لاي حاجه. لا بجد انا من اول ما شفتك وانا حاسس ان انت الوحيده اللي تنفعي تبقي ام لاولادي. اه صحيح انا بجيب لك هديه وعارف ان هي هتعجبك لان انا عارف ذوقك كويس جدا. ايه رايك؟ الله دي لونها تحفه. لا انا عارف ان ذوقك كده ايه بيئه وبتحب الحاجات البلدي دي. ايوه مصريين؟ مصريين كتير مهضومين وبتلبق لك كتير. ميرسي يا حلوه على اصحابي. اهلا وسهلا نورتوا لبنان. منوره باهلها يعني طول العمر. اكيد ميرسي ومنوره فيكم. شو برمتوا ولا بعد؟ لا هلا ما برمنا بعدين بعدين رح نبرم. ايه برمنا دي؟ يعني نمشي ونلف بنلف بنخرج يعني. لا هلا ما برمنا بس ده احنا هنبرم للصبح. صح انتوا ما لازم تتركوا ولا محل ما تروحوا عليه وخصوصا عن هون بلبنان. ايه بعرف لبنان مشهوره كتير بالمناظر الطبيعيه. وانت اذا بتحب تعمل شيء لازم تشوفي كل لبنان 100%. هبين طيب والأكل. انا رح اترككم شوي تنبسطوا وما تنسوا تضربوا على كل اللي عليكم. ان شاء الله تنبسطوا هون. كبه اوكي يلا تشرفنا. باي. وشري هيدا هو. ايه ايه اللي حصل؟ في لبنان بقى يعني لك دخيله انا مش هتقدر تغمض عينيك.